الآن الحديث عن مباراة النصف النهائي الثاني راح يقام يوم الأربعاء بتمام الساعة 10/5/2023، راح يجمع قطبي مدينة ميلانو الإسي، راح يستقبل إنتر ميلان. آخر مرة شفت فيها تألق ووصول فريقين على الأقل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتذكر موسم 2003 شفت ثلاث فرق إيطالية بنصف النهائي، إيسي ميلان، إنتر ميلان واليوفي. هذاك الموسم شفتهم ثلاثة كانوا موجودين، بتذكر كان عمري 13 سنة يمكن، كانوا عملوا بطولة كتير ممتازة ولكن ما أخذوا اللقب. اكتبونا بالتعليقات مين أخذ اللقب موسم 2003. نرجع لموضوعنا، إيسي ميلان راح يلعب بالسان سيرو أرضه ضد إنتر ميلان ابن مدينته. الحمر راح يلعبوا مباراة كتير كبيرة ضد الزرق، الأحمر والأزرق ضد بعض. إيسي ميلان غياب حارسو مينان، خسر سباق الدوري وخسر الكأس وتعرض لهزائم كبيرة وبنتائج تقيلة ومحترمة ومعتبرة، واحدة منهم كانت على يد انتر ميلان 3-0. عودة ميلان كانت بتوقيت كتير حساس، صح خسرنا الدوري لنابولي اللي بيستحق السنة، لكن بدوري الأبطال خسروا لتوتنهام ورجع أقصى نابولي. ميلان موهبة كتير كبيرة ومكسب كبير لفريق ايسي ميلان. انتر ميلان من الفرق اللي مرنه كتير تكتيكيا، ممكن يعطيك الطابه لفترات طويله، ممكن يحصرك بمنطقتك وممكن يلعب معك فقط في نصف الملعب، وعنده لاعبين بيعرفوا يسجلوا. انسى انه انا لو تورو ما لعبته لاعب الاساس، لاني خلاني اشتري نص صيدليه حب وجع راس ومهدي اعصاب بالمونديال، لكن بوجود باريلا وشالان اوغلو وبروزوفيتش وسط الانتر كتير كويس ودي ماركو ممتاز ودوم فريس المدافع المهاجم الهداف الاسيستر اللي عم بيعمل كل شيء بالملعب والدبابه البشريه، انسى لاوتارو، الباقي كلهم كويسين. لاوتارو اسي ميلان اخر خمس مباريات ما عم بخسر، عم بيقدم مباريات كتير حلوه، تعادل من نابولي وربح على لاتسيو، رومانيزي تعادل معه وتعادل مع روما، بينما الانتر اخر خمس مبارياتهم كلها فاز فيها، بيناتهم لاتسيو وبيناتهم روما وبيناتهم يوفنتوس كمان. اخر خمس لقاءات بين الفريقين مره واحده ربح اسي ميلان ومره واحده تعادلوا، وثلاث مرات ربح انتر ميلان. انتر ميلان كخبره وكاسماء يمكن كفته ارجح شوي على اسي ميلان، لكن انا واثق انه بيولي دارس النقطه منيح، وخصم بتعرفه احسن من خصم مجهول بالنسبه لك. مو غريب اذا اسي ميلان فاز على انتر ميلان وتاهل للنهائي، ومو غريب اذا انتر ميلان فاز على اسي ميلان، والفريقين عندهم امور كثير بتجمعهم. انسى انه اللعيبه لعبوا بنفس النادي، يعني اللعيبه لعبوا بالانتر واسي مع بعض، نحن عم نحكي بارض الملعب. بالناصر النجم العربي عم يقدم مستويات كثير رائعه مع الفريق، الياو اذا كان متوفق مصائب 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 بدفاع الانتر اللي عم بيلعب 3-5-2، يعني ممكن يسبب لهم كثير مشاكل اذا اليوم فقط متوفق. بنعرف انه جيرو كمان هداف المنتخب الفرنسي، الهداف تاريخ المنتخب الفرنسي، ضربات الراس كثير ممتاز، تحركاته خارج الصندوق يفضي مساحه لزملائه لجاي من ورا، كمان عنده امور ادوار تكتيكيه كثير ممتازه بتشبه الادوار التكتيكيه اللي بيعملها كريم بنزيما في ريال مدريد. كالابري وثياو وتوموري ايضا اهم العناصر اللي راح تكون متواجده في مباراة الذهاب على الأقل. ثيو هيرنانديز نجم المباراة في آخر لعبة في الدوري راح يقدم مستوى مضاعف بهالمباراة. كرونيتش، تونالي، ميساس، بالناصر راح يكون على الموعد بهالمباراة. بالناصر عم يسجل آخر مباراة سجل كمان، عندنا جيرو ولياو كمان راح ياخذوا أماكنهم. لياو إذا متوفي مثل ما حكينا من شوي راح يعمل شغل كتير جبار. بننتقل للحديث عن إنتر ميلان شوي. سيميوني إنزاجي عم بيلعب ب 3-5-2، عم بيعتمد بالمقدمة على لوكاكو وعلى لوتارو، وشفنا بكذا مباراة إنه عم بيلعب 3-6-1، عم بيلعب بلوتارو وحيد وعم ببدل عم بنزل لوكاكو بعدين. دي ماركو وراه ديمونفريس عم بيعمل شغل كتير حلو، باريلا، تشالهان أوغلو، بروزوفيتش ممتازين كتير بالنص، وعنده كمان خيارات على الدكة مثل مختاريان. يعني مختاريان لاعب متكامل تكتيكيا وفكريا، ناضج كتير وبيعرف ايش بده المدرب بالمباراه وليش نزله والمحل اللي لعب فيه. الكوريا ممكن يبدا اساسي وممكن يكون احد الخيارات على الدكه. انزاجي مدرب محنك بيعرف يكسب الخصم خصوصا بالمباريات الاقصائيه، صعب جدا وقليل جدا اللي يخسر، شفنا كذا بطوله اخذها ومن فتره اقصى يوفنتوس في الكاس ايضا. طبعا راح نشوف دارميان واتشاربي في خط الدفاع، واحتمال كبير باستوني اذا جاهز كمان راح يلعب معهم، وبالنسبه للحارس راح يكون اونانا متواجد في حمايه عرين الانتر. اذا قمه الروزانيري والنيراتسوري
فخر كبير لايطاليا انه يلعبوا فريقين ضد بعض بالنصف نهائي، ولا ننسى انه لعبوا فريقين ضد بعض ايضا في الربع النهائي. الانتر اقصى في طريقه انديه برتغاليه قويه مثل بنفيكا وبورتو، الاسي تاهل على حساب توتنهام وتاهل على حساب نابولي ايضا. المباراه في ارض السان سيرو في ملعب اسي ميلان راح تنتهي بنتيجه 1-0، اتوقع فوز الانتر بنتيجه 1-0 بهالمباراه، وما اتوقع انه يكون في نتيجه عريضه ومهرجان اهداف، لا هي اللعبه لعبه 1-0. وانتم اكتبوا لنا بالتعليقات لمين رايح اللعبه ومين متوقعين انه يربح. اصدقائي الغوالي هذا كان كل شيء معي لليوم، اتمنى يكون المقطع عجبك. ما بعرف اذا المقطع راح ينتشر قسم واحد لقسمين، جزء اول او جزء ثاني، هذا الشيء بايد الكوتش مصطفى، هو اللي بتحكم بهالامور هاي. لا تحرمونا من اللايك والتعليق، وباذن الله راح يكون عندنا استمراريه بعد اليوم، ما راح نقطعكم ابدا من الفيديوهات. كان معكم اخوكم المعتصم لقناه جرينتا سبورتس، تبوا بامان الله وحظه، والسلام عليكم ورحمه الله والبركه.